مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نحن نتحدث دائما حول موضوع زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني للمغرب في خطوات متتالية نحو التطبيع، وهذا الرفض من طرف الشعب المغربي لهذا التطبيع وهذه الزيارة الرسمية للصهاينة للأراضي المغربية. ينضم إلينا الأستاذ أحمد مزاب، خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. يا أهلا. اليوم هذه الزيارة تلقى احتجاجات ورفضا مغربيا من طرف الشعب المغربي الذي أصبح لا يفهم سياسة سلطات بلده، ويمكن أن يكون في هناك انشقاق داخلي وتحول في التركيبة الاجتماعية بسبب هذه الزيارة الرسمية للكيان الصهيوني للأراضي المغربية. خليني أقول بأن حالة الانفجار الشارع المغربي اليوم هي تأتي نتاج مجموعة من التراكمات ونتاج مجموعة من الإخفاقات والسياسات التي أعطت تصور بالنسبة للشعب المغربي بأن منظومة الحكم بالمغرب أصبحت تستبيح سيادة الشعب المغربي، وأصبحت كذلك تمارس سياسات هي تقودها نحو الانتحار، باعتبار أن هذه الزيارة لوزير الدفاع كيان الصهيوني هي في حد ذاتها اعتبرها المغاربة بأنه استعمار آخر لهم، وبأن توقيع اتفاقية أمنية هو بمثابة كذلك توقيع اتفاقية نظام حماية، بمعنى أنه تم تسليم السيادة لأطراف أخرى من أجل تحويل المنطقة وتفجير المنطقة. لذلك أنا في اعتقادي بأن تحرك الشعب المغربي إذن فهو يدل على رفض قاطع لطبيعة السياسات المرتكبة، لطبيعة كذلك التهور الذي أصبح يتسم به النظام المخزن المغربي، ولطبيعة كذلك التجاوزات المرتكبة سواء كان في حق الشعب المغربي، سواء كان في حق كرامة الشعب المغربي، أو في حق كذلك أمن واستقرار المنطقة بأكملها. لأننا اليوم نحن نشهد تصعيد غير مسبوق، نشهد تحولات عميقة. للأسف هذه التحولات هي تحولات سلبية لا يمكن أن نقدم لها قراءة متعددة، بقدر ما أنها لها قراءة واحدة، بأن هذا النظام الذي أصبح لا يتسم بالعقل ولا حتى كذلك بالقدرة على التفكير هو ينتهج سياسة الانتحار، ينتهج سياسة الارتماء في أحضان حلفاء قوى الشر الذين أولا يستبيحون سيادته ويستبوا يحاولون اختراق المنطقة. لأنه الحديث على التنسيق في مجال الأمن والدفاع مع الكيان الصهيوني هو معناه التحكم في القدرات العسكرية لنظام المخزن المغربي، وبالتالي اليوم نحن نتحدث على أن قواعد اللعبة أصبحت فيها أطراف أخرى تتحكم فيها، وبأن النظام المخزن المغربي أصبح أداة توظف في إطار تنفيذ هذه اللعبة في المنطقة. لذا أنا في اعتقادي بأن تحرك الشارع كان تحركا لم يكن محسوبا بالنسبة لنظام المخزن، لم يكن متوقعا، لأنه حتى في مضمون، علينا أن نقرأ كذلك مضمون تحرك الشارع المغربي وطبيعة الشعارات التي رفعت. خليني أقول بأنه في بعض الشعارات التي رفعت في تحرك الشارع المغربي هو إنصاف للجزائر، وتأكيد بأن هنالك لعبة قذرة تحاك ضد الجزائر. طيب، كل هذه الحيثيات، ورغم هذه الحيثيات دائما يواصل المخزن غلق آذانه تجاه مطالب شعبه الرافض لتفكيك الوحدة الوطنية وكذلك وحدة العالم العربي والعلاقات كذلك مع الجزائر، اليوم لماذا المغرب يرفض رفضا قاطعا كل مطالب شعبه؟ خليني نقول أن هنالك هو حقيقية ما بين نظام المخزن والشعب المغربي، ولا يوجد هنالك روابط حقيقية يمكن أن نتحدث على أن هنالك قنوات للتواصل وحتى كذلك للاتصال، لأنه علينا أن ندرك جيدا بأن الشعب المغربي منتفض، وكل مرة هنالك قمع
وهنالك كبت، وهنالك اداره الظهر لعدم الاستماع لمطالب الشعب المغربي من قبل النظام، اصبح خارج دائره العلم بما هو موجود داخل أراضيه، داخل كذلك مجتمع. خلينا نتكلم على ثورة الريف، خلينا نتكلم كذلك على قمع حتى كذلك الإعلام، خلينا نتكلم حتى كذلك بالنسبة للأحزاب السياسية وتركيبتها والخارطة السياسية. وبالتالي نحن نتحدث على أن هنالك مجموعة من التراكمات الداخلية التي أصبحت تقدم لنا تصور بأن هذا النظام أصبح معزول في الداخل مثلما هو كذلك معزول على المستوى الخارجي، بأن هذا النظام هو لا يعترف بشيء اسمه شعب موجود على الأرض يستمع إليه أو ربما حتى يتعاطى مع احتياجاته ومطالبه، بقدر ما أنه نظام قمعي، نظام استبدادي، نظام نعم. دائما يتواجد معنا الأستاذ أحمد مزاب، خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. نعم أستاذ تفضلوا. نعم، لذلك قلت بأنه هذه الهوة أدت إلى هذا الانفجار، وبالتالي لا يمكن. الشيء الآخر كذلك أن هنالك محاولة استقواء هذا النظام مع بعض الأنظمة التي يعتقد بأنها توفر له الحماية أو توفر له الدعم، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه العلاقات علاقات سورية، علاقات ظرفية لمصالح معينة، باعتبار أنه يخضع دائما لسياسة الابتزاز مثل ما يمارس هذه السياسة. ورأينا حتى أنه متورط دائما في مبدأ شراء الذمم، في مبدأ كذلك الابتزاز. ولذا نحن نعتقد بأن اللعبة التي تنفذ هي لعبة قذرة، الهدف منها هو محاولة البقاء لكن على حساب الشعب المغربي وعلى حساب كذلك علاقاته، لأنه للأسف هو نظام يقبل أن يسير على الجثث لكي يحافظ على بقائه، وإن كان مسألة بقائه هي مسألة قاب قوسين أو أدنى. نعم أستاذ أحمد مزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، تحدثنا قبل قليل كذلك على الانعكاسات الداخلية وكذلك الخارجية، أي على بلدان الجوار، وكذلك التهديد المباشر للجزائر أثناء هذه الزيارة التي ربما تختفي من ورائها المغرب بكيانة أخرى. خليني أقول أولا، إذا تكلمنا باللغة الاستراتيجية، نظام المخزن المغربي يحاول أن ينتهج استراتيجية الفوضى المنظم، ويحاول أن يعتمد في ذلك على مجموعة من الأدوات وعلى مجموعة كذلك من الأطراف التي تديره وتحاول توجيهه في إطار التصعيد وفي إطار كذلك المشاكسة مع الجزائر. لكن هذه الاستراتيجية ما لم يحسب له نظام المخزن المغربي بأن أثارها السلبية هي أكثر مما يمكن أن يتوقعه من تحقيق نتائج على الأرض، باعتبار أنها لا تستطيع أن تتماشى والواقع الموجود سواء كان في تركيبة النظام المخزن المغربي أو في كذلك تركيبة المجتمع المغربي أو حتى لمجموع من المعطيات الموجودة سواء كان إقليميا أو حتى كذلك داخليا. ويقابل ذلك أن الجزائر أمام ذلك تبنت نهج استراتيجية الصدمة، باعتبار أن مجموعة الخطوات التي تبنتها الجزائر هي كانت صادمة لتلك الأطراف التي تختفي وراء الستار وتحرك نظام المخزن المغربي من أجل التصعيد مع الجزائر، لأنه لم تكن محسوبة الخطوات التي انتهجتها الجزائر. ولذلك أعتقد بأن الاستراتيجية التي تتحرك بها الجزائر هي استراتيجية ناجعة، وفي كل مرة هي تقدم مجموعة من الدروس. لذلك نجد بأن نظام المخزن المغربي أصبح غير متحكم لا في تصرفاته، لا في تصريحاته، لا في الخطوات التي يرتكبها، بل هو يسير بخطوات جنونية، وهذه الخطوات الجنونية أصبحت لها تداعيات سلبية سريعة على نظام المخزن المغربي وعلى حتى كذلك على استقراره، باعتبار أن الكل أصبح ينظر بتحفظ لمثل هذه الممارسات. حتى داخل النظام المخزن في حد ذاته هنالك نوع من التصادم، وهنالك نوع حتى كذلك من عدم التوافق، باعتبار أن ما يحدث هو قد يجر إلى انفجار، قد يجر إلى انتحار، قد يجر إلى حالة من حالة الانهيار، باعتبار أن الخطوات غير محسوبة والنتائج كذلك قد تكون سلبية بشكل كبير جدا. بأن الجزائر هي
أولا تتبنى نهج النفس الطويل وتتخذ مجموعة من الخطوات هي عبارة عن ضربات قاسية على كل المستويات، ورأينا كيف كان هناك تدرج في اتخاذ القرارات بالنسبة للجزائر في تعاطيها مع التصعيد النظام المخزن المغربي، وكانت هذه الخطوات لها تأثيرها ولها كذلك تكلفتها بالنسبة للنظام المخزن المغربي. لذلك نرى بأنه يسير اليوم بخطوات سريعة نحو حالة الانفلات في التحرك وفي التعاطي مع هذا الملف. لذا أصبح اليوم الكل ينظر بنوع من الريب اتجاه هذا النظام الذي بدأ يفقد مصداقيته، والذي أصبح يفقد كذلك توازنه، والذي أصبح أكثر من ذلك أنه يفتقد الوعاء الداخلي الذي قد يشكل الحاضنة بالنسبة له، لأنه أصبح يتخذ قرارات هي ضد الشعب المغربي وضد أمنه وسلامته واستقراره. نعم، أدعوكم أستاذ كذلك للبقاء معنا. ننتقل مباشرة إلى خدمة الهاتف أين يتواجد معنا الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلا. اليوم نحن نناقش احتقان الشارع المغربي بسبب زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني لهذه البلاد. اليوم تكلم كذلك وصرح صالح قشيل واستنكر الصمت الغربي الفلسطيني إزاء هذه الزيارة التي تؤذي الجزائر بشكل مباشر أو غير مباشر. كذلك أستاذ تفضل. أولا، ما يقوم به النظام المغربي ليس جديد، فهو دائما يتصرف معذورا عن مصلحة المغرب وعن مصلحة الشعب المغربي، ودائما تاريخيا يتصرف وفق منظومة الكيان الصهيوني ومنظومة الاستعمار الغربي. يكفي التذكير بتحالف النظام المغربي مع النظام العنصري ضد والكيان الإسرائيلي ضد جنوب أفريقيا لتحرير جنوب أفريقيا، وفي قضية الزاير وقضية أفريقيا الآن وقضية ما يقوم به حاليا. إذن هو النظام المغربي يتجاوز كل القيم والمفاهيم المتعارف عليها، وسواء في العلاقات الإقليمية أو الدولية. إذن هذا ليس مفاجأ. الخطر الأكبر الآن لم يصبح خطر النظام المغربي على فقط دول المنطقة وعلى إفريقيا، بل خطر على المغرب في حد ذاته. كما تعرفين عن مشروع الكيان الصهيوني الذي ربما ليس له اطلاع، من بين الدول التي هي مطالبة للتعويض بعد الاعتراف هي المغرب، مطالب بدفع 80 مليار دولار إلى الكيان الإسرائيلي تعويضا عن اليهود الذين غادروا المغرب في الربعينيات والخمسينيات. إذا معنى الخطر الآن هو على المغرب في حد ذاته قبل أن يكون خطر على المنطقة، وكل الدول التي هي الآن اعترفت هي هدفها هدف الكيان الإسرائيلي، ليس الاعتراف. الهدف بتاعها هو التعويض وتفتيت هذه الدول حتى تتحكم في المنطقة. إذا الخطر الآن هو هكذا، ولهذا نرى المظاهرات الشعب المغربي المظاهرات اليومية والتأديب السياسي الكبير الذي قدمه النظام الشعب المغربي في الانتخابات الأخيرة للحكومة الإسلامية للنظام المغربي، التي أصبحت نالت تقريبا أدنى نسبة في الانتخابات الماضية بسبب التطبيع. إذا الموضوع الآن النظام المغربي الآن انكشفت كل أوراقه، سواء أوراقه داخل المنطقة أو داخل المغرب في حد ذاته. حتى ما يسمى برئاسة النظام المغربي لجنة القدس، أنا أشك في ذلك، لأنه في إيعاز من الكيان الإسرائيلي حتى يجمد كل نشاط يؤدي للمقاومة ويؤدي لتحرير القدس من خلال سلوكات النظام المغربي. لم أرى في يوم ما أن النظام المغربي قام بشيء ما، أو الملك المغربي قام بشيء ما يخدم تحرير القدس أو يخدم المقاومة، بل هو الهدف كله هو التجميد، كل ما يؤدي إلى تحرير فلسطين وتحرير القدس. إذا عملية التطبيع في حد ذاتها هي تسير في هذا الاتجاه ولا تسير وفق اتجاهات أخرى. للأسف ليس النظام المغربي، حتى دول عربية أخرى للأسف شديد جدا دخلت في هذا الخطر الكبير. وفي الوقت الذي نجد دول أوروبية
ودول غربية تتحفظ من الكيان الإسرائيلي، لأن الكيان الإسرائيلي أصبح خطرا حتى داخل أوروبا. نجد الفرنسيين الآن، نجد الأوروبيين، نجد بدأوا يتظاهرون ضد الخطر الكبير للصهيونية التي أصبحت تمس بمصالح الدول جميعا. إذن الآن بالمقابل الجزائر، الحقيقة على العالم أن يعرف أن الجزائر هي ملتزمة بالمنظومة الإقليمية بالمنظومة الدولية، أن أي تعامل مع الكيسر لن يتم إلا ببناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهذا ما تم التوافق عليه في كل القمم العربية واعترف به دوليا. إذن الجزائر لها دبلوماسية إيجابية، دبلوماسية فعالة، ودولة مسؤولة، دولة مسؤولة سواء في القمم العربية أو دولة مسؤولة في المنظمة المتحدة. الدول الغير مسؤولة هي التي تقوم بالتطبيع، أو كما وصفها الرئيس الجزائري بالهرولة. الهرولة هذه على حساب القمم العربية وعلى حساب الشرعية الدولية، هذه بذاتها هي مؤامرة كبرى، ليس فقط على العالم العربي وعلى بل على افريقيا كذلك. لان كيف نظام المغرب الان يريد ان يصبح ان يمثل الحارس الامين. طيب. ولهذا دخل في الاتحاد الافريقي في 2017، لم يدخل بنيه انه تضامن افريقي، دخل بضرب تفتيت. طيب دكتور دبش، وزعزعه استقرار افريقيا. نعم دكتور دبش، اليوم ونحن مقابل هذه الهرولة، ما الذي يجب على الجزائر فعله لتأمين دولتنا بلدنا الجزائر من هذا الخطر القادم من المغرب، إن لم يكن فقط مثل الأخطار الباقية التي زالت وتلاشت أمام أمن بلادنا؟ أولا، كل ما يكون هناك تهديد إقليمي وحتى ولو طرف من طرف الكيان الإسرائيلي والنظام المغربي، كل ما يزداد التضامن الشعب الجزائري ووحدة الشعب الجزائري. يكفي التذكير أن أيد أحمد رحمه الله كان معارض للنظام السياسي، لما تعلق الأمر باعتداء النظام المغربي على الحدود الجزائرية تضامن مع الجيش التحرير، وذهب كل مناضلي الأفافاس للحرب ضد النظام المغربي وضد الاعتداء على سيادة الجزائر. إذا المكسب الأول أنه تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التجاوزات المغربية ومحاولة تهديدات الكيان الإسرائيلي. النقطة الثانية، أن الجزائر الدبلوماسية الجزائرية لها اليد العليا في تمرير رسالتها سواء على المستوى العربي أو المستوى الإفريقي أو المستوى الدولي، لأن من يقوم بالاستفزاز هو ليس الجزائر، هو النظام المغربي من خلال التكامل مع الكيان الإسرائيلي. وهنا نجد أن الآن التضامن العربي والإفريقي بما فيها الشعب المغربي سوف يزداد مع الجزائر، يخفي تذكير المظاهرات التي تمت في المغرب. النقطة الأخرى كذلك، أن الجزائر سوف تعمل على محاولة إيجاد آليات وطرق فعالة لتجسيد الإرادة العربية الرسمية، لأن الإرادة العربية الرسمية من خلال القرارات العربية، جامعة الدول العربية، ومن خلال الاتحاد الأفريقي، ومن خلال الشرعية الدولية، هي لن يتم التعامل مع الكيان الإسرائيلي إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. وهذه عملية فعالة في يد الدبلوماسية الجزائرية لتمريرها إقليميا ودوليا. أنا اعتقادي كذلك أن الدول العربية التي قامت بالتطبيع تعرف مسبقا أن يجب أن تعرف مسبقا أن الهدف هو تفتيت كل هذه الدول بما فيها دول الخليج، أن المشروع الصهيوني يهدف إلى تفتيت كل الدول العربية. وأعطيك دليل، أن دول الخليج الآن سكانها يتراوح ما بين 60 حتى 90% من سكانهم ليسوا عرب وليسوا مسلمين، آسيويين من الفلبين وغيرها. وبالتالي الآن فيه تخطيط كبير لمحاولة جعل هذه الفئة من السكان تكون لها دليل عليا في المنظومة الحكم، بمعنى
تصبح كيانات تابعة لإسرائيل وليس كما هي موجودة. إذا في النهاية العمل على إزالة كل ما هو وجود عربي وإسلامي في هذه الدول وفرضها من خلال مثلا كل من يكون أقام في دولة خارجية أكثر من 5 سنوات يصبح له مثلا الجنسية الخارجية، وبالتالي يصبح لدولة الخارجية، وبالتالي يصبح له الحق في التصويت والديمقراطية وغيرها، وبالتالي يصبح المنظومة الحكم ليست عربية وليست إسلامية بل منظومة آسيوية. هذا هو المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني هو يهدف إلى ذلك، لأن كما يقول مورغينتو، إذا أردت أن تفكر صحيحا ففكر كيف يفكر الطرف الآخر. الطرف الآخر اللي هو المشروع الصهيوني والأمريكي لا يريدون لهؤلاء السكان العرب أو 400 مليون أو 400 وكذا مليون أن يتحكموا في موارد أولية ثمينة الآن، خاصة البترول، الغاز، الفوسفات وغيرها من الموارد، التربة النادرة وغيرها، لا يريدون أن يتحكموا فيها، وبالتالي لابد من تفتيت وخلق منظومة سياسية فاسدة. أكيد واضح. حتى لا تكون لها دليل. وهنا الجزائر تستطيع أن ترافع من أجل إدراك هذه الأخطار، وهذه ليست موقف الجزائر فقط، حتى دول إفريقية مثل جنوب أفريقيا مثل واضح مطامع الكيان الصهيوني واضحة للمغرب وواضحة للجزائر وواضحة يعني كامل العالم، واضحة مطامعه هذا الكيان الصهيوني، هذا السرطان الخبيث الذي يسرف عروق العالم لن يستطيع دخول عروق الجزائر. نشكركم جزيلا شكر دكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر على تدخلكم معنا. حتى أختم كذلك مع الدكتور أحمد مزاب خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، كما ذكر الأستاذ دبش اليوم المطامع باتت واضحة للعالم أجمع، تحذيرات العالم كذلك ومنها دول أوروبية إزاء هذا الخطر القادم من الكيان الصهيوني. اليوم ما الذي يجب على الجزائر فعله من أجل حماية بلدنا الجزائر؟ أستاذ مزاب، أعتقد أنه اليوم أصبحنا نستوعب بشكل جيد بأن أمن المنطقة المغاربية، الأمن القومي أصبح مهدد، وبأن ما يحدث اليوم من توغل للكيان الصهيوني وتمدد للكيان الصهيوني في المنطقة هو يدخل ضمن مشروع ما كان يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير. وبالتالي نحن ندرك اليوم بأن تجاوزنا مرحلة الحديث على التحديات لأصبحنا نتحدث اليوم على أننا نواجه في حرب حقيقية، وأننا نواجه كذلك في تحالف ما نسميه بقوى الشر ضد الجزائر. وبالتالي أعتقد بأن من المقومات، وكلنا نتفق حول هذه المسألة، بأن هذه الحرب القذرة التي اليوم تشن ضدنا هي تستهدف بشكل أساسي أولا استهداف المجتمع ومقومات الوحدة الوطنية، ورأيناها في كثير من المحطات ليس ببعيد عنا في محاولات إثارة مشاريع الفتنة في توظيف أدوات الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس من خلال محاولة اختراق المجتمع، ومن خلال استهداف كذلك مؤسسات الدولة ومحاولة تحويل مسار الجزائر من مسار البناء والتحول إلى محاولة إقحامه في النفق المظلم، وتوظيف بعض الأدوات وبعض القنوات لتنفيذ هذا المشروع التدميري. لذلك أعتقد بأن من الأدوات التي يستوجب أن ننتهجها وهو أن نتحدث بالدرجة الأولى على تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، لكن في ذات السياق كذلك علينا أن نكون واقعيين بأن الحديث على هذه المسألة يجب التجاوز على استخدامها كشعار، بقدر ما أنه علينا أن نتحدث على توظيف الأدوات من خلال مقاربة متكاملة لتعزيز مقومات الجبهة الوطنية. من ناحية ثانية أعتقد اليوم علينا أن نصنع الوعي الجماعي الذي يجب عليه أن يدرك طبيعة هذه التحديات، طبيعة هذه المخاطر، طبيعة هذه الحرب التي تشن ضدنا وكيفية التعاطي معها. وفي اعتقادي بأن الجزائر تمتلك مختلف المقومات، مختلف الأدوات، ولديها كذلك المقاربة والاستراتيجية التي تتحرك على مستواها، سواء كان على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، وحتى على المستوى الاجتماعي. بالتالي نحن اليوم نتحدث على تضافر الجهود، على التكامل، وعلى كذلك تعزيز مقومات الوحدة
الداخلية والوطنية لمجابهة هذه التحديات وهذه المخاطر. نشكركم جزيل الشكر أستاذ أحمد مزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية على تدخلكم معنا في هذا الموضوع وقبولكم إيانا النقاش. مشاهدي